رجعنا لكم تاني بعد الفيديو اللذيذ واللطيف جدا والسريع جدا جدا ولقمة الباشا. يا شيف هالة عاملين لنا اكلات صحية المرة الجاية. جميلة. صح كده؟ زي اكلاتك الجميلة بس احنا عايزين المرة الجاية اكلة صحية. طبعا الشيف عاملة لنا لسه اكلة صحية تانية. جدا. بس انا هخش على المشروب بتاعي يا اختي. اوكي. خلاص وانا اشوف مكرونة. لازم نعمل المشروب بتاع كل مرة اللي بيشبعنا واللي كتير بيغير في شهيتنا وبيغير كمان في جسمنا. طبعا بشكركم على كل الكومنتس وكل التعليقات الجميله اللي جت لنا على الصفحه وكل التطبيقات الحلوه اللي نزلت عندنا. طبعا ده ابداعات حضراتكم واحنا بس مجرد اسباب. يلا بينا بقى نشوف الوصفه. يلا. عارفه وصفتنا ايه؟ انا غشه منك برضو. انا شايفه صحيه برضو. شوفان. ايوه شوفان. مش انت عامله مكرونه بالشوفان؟ ايوه لازم اعمل شوفان. عملت النهارده وصفتنا اللبن بالشوفان. ازاي اللبن بالشوفان؟ ازاي ادي لاولادي وصفه مغذيه وجميله جدا يستطعموها، تديلهم احساس بالرضا والشبع وكمان تغذيهم. يعني للاسف ولادنا بياكلوا حاجات غير صحيه خالص. أيوة. يا شيف. وبنحتار نفطرهم ايه كل يوم وبيرفضوا اللبن بالشوفان هايل. لكن اللبن بالشوفان عايز اقول لك وجبه غذائيه متكامله بالزبط. وفي نفس الوقت يعني سعراتها الحراريه قليله جدا جدا بس مفيده جدا جدا. الشوفان مليان فوائد وده اللي احنا هنقوله اثناء ما احنا بنعمل وصفتنا النهارده. ويلا بينا نبتدي. يلا. هجيب كسروله صغيره كده او كنكه صغيره احط فيها كوبايه من اللبن اهو. حلو كده. ارفعها على النار عايزاها تدفى شويه. وبعد كده معايا ايه؟ معايا ربع كوبايه من الشوفان. ده شكل الشوفان يا جماعه اهو. كاميرتنا جايباه يعني حاجة ما فيش أسهل ولا أبسط من كده. بنجيبه من عند العطار من عند أي هايبر معلب براحتك خالص. بالظبط. استأذن بقى كده. اه اتفضلي. تمام. نحط بقى الشوفان بتاعنا على اللبن اللي بدأ يدفى بالصورة اللطيفة والسهلة جدا جدا دي. اهو. هحط قد إيه؟ ربع كوباية من الشوفان على كوباية من اللبن. حاجة ولا أبسط ولا أسهل ولا ألذ من كده. طب هو طعمه لذيذ لذيذ جدا. الشوفان بالزبط. بعد ما هيستوي ويشرب اللبن ويتغلغل اللبن هيبدأ ينفش شوية ويبدأ طعمه يبقى لطيف جدا جدا مع اللبن. بس أنا هستأذنك نشوف المكرونة. أوكي. عشان الشوفان ما يروحش علينا بقى. وهنحله لهم أكيد طبعا. طبعا عسل نحل يا شيف هو اللي هنظبط بيه أحلى مشروب لبن بالشوفان. ويلا بينا نشوف شكل المشروب بتاعي كده وانا بقلبه تخن ازاي واحنا لسه يعني لسه بنقول له شوف هتعمل ايه. اللبن بتاعي ما عادش قوامه لبن زي ما كان لبن سائل. لا ابتدى يتقل. بدا يتقل. الشوفان الماده النشويه اللي فيه بتنزل وبتقله. طب الشوفان ده مليان ايه؟ مليان بروتين ومليان الياف وده في حد ذاته بيدي احساس كبير جدا بالشبع وبيملا المعده. كمان في ماده اسمها البيتا جلوكان دي مفيده جدا جدا للجسم بتاعي وبتبني العظم للاطفال فدي حاجه حلوه جدا جدا عشان مليانه بالبروتين. طيب لحد كده حلو قوي. الشوفان عامل معانا شغل. صح كده. النهارده مكرونه بالشوفان ولبن بالشوفان. بس انا هعمل ايه؟ هستنى بعد ما يتقل شويه الشوفان بتاعي يستوى حبتين هعمل ايه؟ هنزل بمعلقه من عسل النحل. بالظبط كده. عايزه اعلي القيمه الغذائيه واخلي الكوبايه بتاعتي كوبايه مشبعه. عايزه اقول لك انت ممكن تفطري بالكوبايه دي. بالزبط. شبعتي. بنيتي جسمك ما ضعفتيش عشان انت عامله حميه غذائيه. وفي نفس الوقت حسيتي بالرضا. بالرضا وبالشبع. بالظبط. عارفه دايما احنا ليه اما بنبدا حميه غذائيه ما بنكملش؟ عشان بنزهق. بالظبط. وبنبقى زعلانين وبنتحرم كمان طول الوقت حاسه. أيوة. بالحرمان وحاسه ان انا ضايعه. لكن اما اخد حاجه مشبعاني ومريحاني في نفس الوقت ومعدتي مرتاحه خلاص. اكيد هتخليني. أيوة. اكمل. صح يا شيف. زي ما احنا شايفين تقل اهو. قاعد يتقل طول ما انا على النار هو بيتقل. ممكن تزوديه كمان حبه لبن مفيش مشكله خالص. ايوه تمام. المكرونه شغاله يا شيف. طمني عليها. والله هي كويسه هي. أنا بس عايزه اطمن على المكرونه اللي بالشوفان عشان نشوف أهي. ايه جو مكرونه الشوفان. أهي. الله الله الله. كاميرتنا الحلوه جايباها وحاجه مفيش امتع ولا احلى من كده. تسلم ايدك. تسلمي حبيبتي. ممكن اللي يحبها عايزها بيضه يسيبها بيضه من غير التشويحه اللي احنا قلنا عليها او اللي انا كنت حتى هوطي عليها شويه. تمام. فممكن اوطي اهو. انا عايزه اقول لك شكل الشوفان
رائع جدا جدا مع اللبن. فكرني بالبليله باللبن. الله. ودي برضو من الاكلات الجميله. ايوه جميله تحفه جدا. ده القمح الكامل للولاد. حبوب القمح الكامل ان أيوة. احنا للاسف بقينا يعني في التحضر اللي طالع الايام دي بننساها، بنستغنى عنها وناخد حاجات جاهزه، لكن البليله وجمالها حبوب الغله دي بالزبط. شيء رائع جدا. برضو الشوفون هاي. الشوفان من حبوب القمح الكامله، يا ريت نستخدمه ونحطه في وصفات كتير، والشيف وعدتنا بحلقه كامله من الشوفان باذن الله. مش هنسى. كلها هتبقى كلها شوفان. كلها شوفان. هنعمل عيش الشوفان، هنعمل شرائح بسكوت شوفان، وفي برتقال مثلا، كريب الشوفان اللي من شويه قايلين عليه. هنعمل شويه شوفان مع فراخ وفلفل الوان، هتبقى هايله. الله تسلم الايادي يا شيخه. يلا بينا بقى كده. تعالوا اتقل بقى قد ايه، بقى تخين جدا. تعالوا كده، وكل ما هقعد هيتخن، ممكن ازوده حبه لبن بالزبط. وممكن لا. طيب انا هاكله كده بالمعلقه ولا هشربه؟ ده وارد يتاكل بالمعلقه كده لو هسيبه تخين. ايوه. طيب لو انا ممكن اضربه في الخلاط ضربه ويبقى سائل زي الموز باللبن؟ هيتشرب بقى. يتشرب مفيش اي مشكله. يعني عايزه تشربيه وارد جدا، اضربيه في الكب او في الخلاط او بالهاند بلندر وابداي استخدميه كمشروب. عايزه تاكليه بالمعلقه كده لطيف جدا. هو في كل الاحوال هيبقى مفيد جدا. بالظبط. ننزل بقى بمعلقه عسل النحل كده بالظبط عشان نروق بس على الاولاد، ويبقى طعمه مسكر. انا نفسي ما بعرفش شكله الا بالعسل. صراحه احنا كده بنكمل القيمه الغذائيه. أيوة. بتاعتنا زي ما احنا شايفين، انا رفعته من على النار وبعدين حطيت العسل بتاعي. تسلم ايدك. تسلم يا شيف. لا تسلم ايدي. ايه يا شيف، ده انت اللي مبدعالنا بقى. لا والله الشيف هي اللي مغديانا. يعني عايزين يا جماعه نيجي على المشروب ونتكلم. تسلم ايدك. وكفايه يعني بناخد معلومات جميله. حضرتك مميزه دايما في كل حاجه، ومن زمان مش النهارده بس. فتسلم ايد حضرتك. طبعا زي ما احنا شايفين اهو بقى سميك. أيوة زي المهلبيه شويه. ايوه. عايزه تزودي لبن بقى، استاذنك الكوبايه يا شيف. حاضر. عايزه تزودي لبن، زودي لبن ويبقى خفيف حبه. عايزه تسلم ايدك. عايزه تخليه بالمعلقه برده وارد، يعني زي ما تحبي ان شاء الله. بالسوره دي بسم الله. ادي كوبايه الشوفان اللطيفه جدا جدا بتاعتنا، والبسيطه والسهله قوي. مشروب اخذ دقايق بس خلى اليوم مختلف، اداني يوم تاني قوي جدا ومشروب قوي جدا. ايه رايك بعد المشروب ده نريح شويه؟ خلاص مش كده برضو؟ ماشي. طب ما تطلعينا فاصل. طيب دقايق فاصل صغير قوي قوي قوي، انتظرونا.